أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس تفسير سورة النحل في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يأمرنا الله عز وجل إذا أردنا أن نقرأ القرآن الكريم أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد ذكر في هذه الآية قراءة القرآن والأدب العظيم عند البداية بالقراءة، فقراءة القرآن من أعظم ما يثبت الإنسان على الإيمان ويعرفه بالحقائق كلها، الحقائق الدنيوية والحقائق الأخروية العلوية والسفلية. ولذلك هو زاد المسلم وهدايته، كما ورد وصفه في هذه السورة مرارا: هدى وبشرى ورحمة وللمسلمين، وغير ذلك مما ذكره الله عز وجل في أوصافه. قال: فإذا قرأت القرآن. فإذا قرأت القرآن معناها إذا أردت أن تقرأه، وهذا بإجماع المتأخرين من المفسرين، لا يعلمون من معناها إلا أنها بمعنى إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، خلافاً لما ورد عن بعض السلف من أنه كان يرى أن المشروع أن يقرأ الاستعاذة بعد الانتهاء من القراءة، فيقول: إذا قرأت وانتهيت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لئلا يداخلك الرياء أو يحصل عندك العجب فيفسد الشيطان عليك عملك. لكن الذي استقر عليه عمل الناس هو أن الاستعاذة مشروعة قبل القراءة. وسر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن هو أن الشيطان لا يكون أصغر ولا أحقر ولا أذل منه في هذه الحال، لأن حال الشيطان تكون حالاً شديدة عند الذكر، وأعلى الذكر وأجله هو القرآن الكريم. ولذلك كلما هم الإنسان بقراءة القرآن انكب الشيطان عليه يريد أن يشغله عنها وأن يصرفه عنها. وتأمل هذا في نفسك، كم من مرة أردت أن تجلس مع كتاب الله لتقرأ فإذا به يذكرك بما كنت ناسيا، ويشغلك بأشياء كثيرة، ويهيج عليك أعوانه وإخوانه، ويجلب عليك بخيله ورجله حتى يقطعك عن هذه القراءة. كم من مرة شرعت في القراءة بالفعل ثم ما شعرت إلا وقد قطعت القراءة، لأنه يذكرك ويوسوس لك ويهيج عليك الشواغل والعوائق من أجل أن تقطع القراءة. لماذا؟ لأن القرآن أعظم شيء إحراقاً لإبليس وأشد شيء عليه. ولهذا شرع لنا إذا أردنا أن نقرأ القرآن أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وتأملوا يا إخواني، لماذا الاستعاذة؟ لأن الشيطان لا تنفع معه المصانعة، بخلاف ابن آدم.
ابن آدم قال الله فيه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الشيطان الإنسي تنفع معه المصانعة والمداهنة أو المداراة، وتفيد معه المعاملة الحسنة. أما الشيطان لا، ما ينفع معه شيء. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولذلك ما لك حيلة إلا في شيء واحد، وهو أن تستعين بالله عليه، فأنت لا تراه ولا تقدر على أن تتصارع معه، فالحل هو أن ترفع شكواك إلى الله فتستعيذ بالله. والاستعاذة معناها طلب العوذ واللجوء إلى الله وجنابه العظيم من شر الشيطان الرجيم. والعياذ كما يقول العلماء هو طلب اللياء، طلب دفع الشر عن الإنسان، بخلاف اللياذ فهو طلب حصول الخير. يقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وصيغ الاستعاذة عند العلماء كثيرة، لكن أشهرها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورد في السنة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وورد أيضا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وورد أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنه هو السميع العليم، يعني إن الله هو السميع الذي يسمع استعاذتي ويعلم كيف يدرأ الشيطان عني وحاجتي إلى هذه الاستعاذة. ولذلك ننبه يا إخواني إلى أن الإنسان إذا أراد أن يستعيذ يستعيذ من قلبه، لأن الاستعاذة دعاء، فيستجيب الله له فيصرف عنه كيد الشيطان وشره. فلا يشغله الشيطان بأن يصرفه عن التلاوة، ولا يصرفه عن التدبر، وينتفع بتلاوته أعظم الانتفاع. فإن قلت: لما عبر عن البداية بقوله فإذا قرأت، يعني لماذا لم يقل إذا أردت أن تقرأ فاستعذ؟ قيل: كأن القراءة متحققة من المؤمن لا محيد له عنها، فكأنه قارئ قارئ لا بد له من القراءة. ولذلك قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قال جل وعلا: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. هذا يدلك على أن أعظم ما ينجي الإنسان من كيد إبليس هو الإيمان. فقوي إيمانك، فإنك إذا قويت إيمانك لم ينل منك الشيطان إلا أشياء مثل اللمم، يعني غرات وغفلات يستطيع أن ينال منك، لكنه في الجملة حصون الإيمان تدفعه وشهب الإيمان تحرقه، فلا يستطيع أن ينال من دينك ولا أن ينال من عقيدتك، ويصبح يتحسر ويتأسف ويتويل ولا ينال منك بإذن الله شيئا. فأعظم حجاب بين الإنسان وبين الشيطان هو الإيمان. قال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله على ربهم يتوكلون أي عندهم التوكل والتفويض التام لله، لأن العبد ليس بيده حيلة في دفع الشيطان عنه إلا أن يتوكل على الله ويفوض أمره إلى الله. فالشيطان ليس مادة مصورة أمام الإنسان حتى يتقيه الإنسان، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فأنت الطريقة المثلى لكي ترد بها كيد الشيطان أن تؤمن وتتوكل على الله، تفوض أمورك إلى الله، تكثر الاستعاذة بالله من شره، تحقق العبودية في نفسك داخليا أو ظاهريا وباطنيا في قلبك وفي جوارحك، وتحرص على ألوان العبودية التي تكون سياجا بينك وبين الشيطان، كما قال في سورة الحجر السابقة: إن عبادي
ليس لك عليهم سلطان، عبادي يعني الذين عبدوني اختيارا وعبدوني صدقا وحقا. قال الله عز وجل: إنما سلطانه على الذين يتولونه، الذين يستمعون إليه ويتبعونه ويستجيبون له، يكون سلطانه عليهم ويكون أمره عليهم، فلا يستطيعون أن يعارضوه. تجد بعضهم يقول: والله أنا ما أريد أزني، ومع ذلك يزني. ما أريد أشرب الدخان ويشرب الدخان. ما أريد يعني أن أرتكب الحرام أو أدع الصلاة، أود ألا أدعها، ومع ذلك لتمكن الشيطان من قلبه لا يستطيع أن يفر منه ولا أن يحيص عنه. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، الذين أشركوه مع الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. يبين الله عز وجل موقفاً من مواقف الزائغين من المشركين الذين ليس في قلوبهم شيء من الإيمان، لكنهم يبعثون عن حجج يحتجون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رد الإيمان وفي عدم القناعة بالقرآن. فإذا بدل الله آية مكان آية بأن رفع آية وأنزل مكانها آية، مباشرة رفعوا عقيرتهم منددين ومحتجين على رسول الله. ماذا يقولون له؟ إنما أنت مفتر تكذب على الله، كيف ينزل الله آية عليك ثم تغير تلك الآية؟ إنما أنت مفتر كاذب على الله في دعواك. قال: بل أكثرهم لا يعلمون. وهذه الآية فيها الدلالة على النسخ وأنه واقع في الشرائع، والنسخ عند أهل السنة قاطبة مقبول عقلا وواقع شرعا لا يختلفون في ذلك. ومن أنكره من المعاصرين فإنما أنكره لجهله، وإلا الشرائع السماوية ينسخ بعضها بعضا. واليهود عندما أنكروا النسخ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما يمكن النسخ، لأن النسخ يستلزم البداء، يعني أن يكون بدا لله شيء لم يكن يعلمه قبله، وهذا محال. فيقال لهم: ألستم تزعمون أن شريعة موسى ناسخة للشرائع التي قبلها؟ قال الله عز وجل في القرآن: كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فقد كان إسرائيل حرم على نفسه أشياء حتى جاءت التوراة فنسخت تلك الأشياء التي حرمها إسرائيل على نفسه، ومنها لحوم الإبل. فكيف تدعون أن شريعتكم ناسخة للشرائع التي قبلها ثم تقولون إنه يلزم من النسخ البداء والله منزه عن البداء؟ قالوا: إنما أنت مفتر. قال الله: بل أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون لماذا يتم النسخ، ولا يعلمون أنه يكون نسخ، ولا يعلمون لماذا يشرع الله هذا النسخ. والنسخ كما تعلمون له فوائد كثيرة، منها الابتلاء بالإيمان، منها الابتلاء بالإيمان، أن يؤمن الإنسان في كلتا الحالتين ويقبل كلام الله عز وجل في الموطنين، ولا يصبح عنده من الريب مثل ما عند هؤلاء الزائغين. ومنها أنه يكون في الثانية من التخفيف ما لا يكون في الأولى، وهذا غالب مواضع النسخ. ومنها أن الناس يؤجرون على العمل ثم يؤجرون بعد ذلك على الإيمان بضد ذلك العمل، بمعنى أنهم يعملون بالشيء ثم إذا نسخ عملوا بشيء مكانه. وهذه الآية استدل بها جماعة من العلماء إلى أنه لا يكون النسخ إلا إلى بدل، استدل بها جماعة من العلماء على أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل، يعني ما ينسخ شيء إلى غير شيء،
وإنما ينسخ شيء بشيء آخر يكون مكانه، وآخرون خالفوهم، وليس هذا محل ذكر هذا النزاع. قال الله عز وجل: قل نزله، قل يا محمد نزله أي القرآن روح القدس من ربك، أي نزل به روح القدس منجما من ربك. فإن قلت: من أين جئت بقولك منجما؟ قلنا: جئنا به من صيغة نزله التي تدل على التقطيع والتنجيم، بخلاف أنزله التي تدل على النزول الجملي. قل نزله روح القدس، هو جبريل عليه الصلاة والسلام الذي كان موكلا بإنزال الوحي على الأنبياء، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والروح سمي روحا لأنه يعني ينزل بالروح، وقد جاء في هذه السورة تسمية القرآن روحا، قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فسماه الله روحا، فلما كان ينزل بالروح سمي روحا. والقدس يعني المطهر، الروح المطهر. قال الله: قل نزله روح القدس من ربك، أي هذا الإنزال من الله. وهذا يدلنا على أن نزول القرآن من عند الله، وأن الذي نزل على رسول الله إنما أخذه جبريل من الله جل وعلا، ولم يأخذه من القرآن الذي أنزل في اللوح في بيت العزة في السماء الدنيا، إنما كان إنزاله جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا من أجل التشريف، تشريف هذا الكتاب، تشريف هذه الأمة، تشريف هذا النبي، وإعلام أهل السماء بعهد جديد على أهل الأرض. قال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، بالحق الصادق الثابت الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذه ميزة القرآن، أن كل ما فيه حق، ولذلك نحتكم إليه ونحن مطمئنون لكل ما فيه، بخلاف بقية كتب الناس كلهم، كل ما في هذا العالم من كتب فليست مصدراً للحق، بل كلها تتحاكم إلى أدلة وأشياء أخرى ليبين هل هي الحق أو ليست بالحق. أما نحن فعندنا هذا الحق الثابت الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك من حين ما تقول قال الله تنتهي الأدلة ويحسم النزاع. قال: ليثبت الذين آمنوا، أي هذا الإنزال من أعظم حكمه أن يثبت الله به المؤمنين، يثبتهم فيصبروا على الحق، ويثبتهم فيدعوا إلى الحق، ويثبتهم فيواجهوا الباطل ويدافعوا عن أركان هذا الدين. قال: وهدى وبشرى للمسلمين. انظروا كيف قال: ليثبت الذين آمنوا، أن التثبيت خصيصة للمؤمن، فالمؤمن يثبت بالقرآن ويزداد ثباتاً وقوة لأنه آمن به، وهو هداية للمسلم وبشرى له وترغيب له إذا استمسك به أن يصل إلى الهدى وإلى الجنة بإذن الله. قال الله عز وجل مبيناً أسلوباً آخر من أساليب المشركين في رد القرآن، قال: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. هذا من حججهم ومن بهتانهم الذي يعلمون أنه من الباطل، عندما كانوا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتلقى القرآن من بشر. ومن هو هذا البشر؟ قالوا: حداد رومي كان في أهل مكة،
فالله عز وجل يقول لهم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، لسان الذي يميلون إليه وينسبون له القرآن أعجمي، وهذا أي القرآن لسان عربي مبين، ما استطعتم أنتم أيها العرب على ما أوتيتم من الفصاحة والبلاغة أن تأتوا بمثله، فكيف يأتي الأعجمي بهذا القرآن الذي لم يأتي العرب كلهم قاطبة بآية منه أو بحديث مثله أو بسورة مثله أو بعشر سور مثله مفتريات؟ أين عقولكم؟ ولذلك هذه حيلة المهزوم الذي ما وجد شيئا يقدح به في القرآن إلا أن يقول مثل هذه الترهات. وهكذا يقابل أهل الباطل دائما أهل الحق بمثل هذه الحجج المخزية التي يظهر أثر البطلان عليها ولا يؤمن بها حتى أصحابها. فالله يقول: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي حداد رومي، وهذا لسان عربي مبين. ثم قال الله عز وجل مهددا هؤلاء ونظراءهم: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله، لا يؤمنون بهذا القرآن النازل من عند الله، لا يهديهم الله، لا يمكن أن يهتدوا ولا يمكن أن يصلوا إلى الطريق الموصل إلى الله وإلى جنته، وليس هذا وحده كافيا في عذابهم، ولهم عذاب أليم. ثم ذكر وعيد من يفتري الكذب على الله، بما أنهم نسبوا الافتراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالوا إنما أنت مفتر، قال: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. الذي لا يؤمن بآيات الله هو الذي يفتري الكذب، فأنتم أولى بالفرية وأحظى بهذه الوصمة من هذا النبي الطاهر الزكي الذي آمن بآيات الله وصدقها ودعا إليها وعمل بها وصبر على كل أذى أصابه فيها. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وهذه الصيغة يقول العلماء من صيغ الحصر، أن تكون الجملة اسمية ومؤكدة بهم وطرفاها معرفة، الأول المبتدأ معرفة والخبر معرفة، يعني كأنه لا يوجد كاذب إلا هم، هؤلاء هم الكاذبون وحدهم دون أحد سواه. هؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات الله هم الذين يفترون الكذب على الله. ثم بين الله عز وجل من هو المعذور إذا نطق بكلمة الكفر، فقال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. من كفر بالله من بعد إيمانه، الجواب: فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. كل من كفر بالله من بعد إيمانه وارتد عن دينه فقد جمع جزائين عظيمين: غضب من الله وله عند الله عذاب عظيم، إلا من أكره على أن ينطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، قلبه قد اطمأن بالإيمان فليس فيه ذرة من ذرات الكفر ولا شيء من جزيئات الشرك. قال: إلا من أكره، وأكره بمعنى حمل على النطق بكلمة الكفر قسرا بأن هدد بإزهاق روحه أو قطع شيء من بدنه أو إيلامه ألما شديدا لا يطيقه مثله أو ذهاب ما أهله أو الاعتداء على عرضه، فإن الله قد رخص له في أن ينطق بكلمة الكفر إرضاء لمن أكرهه وقلبه بشرط أن يكون مطمئنا بالإيمان. فالله عز وجل قد عفى عنه وعذره. فإن قلت: فإن أخذ بالعزيمة ولم يأخذ بهذه الرخصة فهل يجوز له ذلك؟
قلنا نعم، وهذا مقام أعلى وأفضل، لكن الله قد رخص، فمن أخذ برخصة الله فهو على خير، ومن أخذ بالعزيمة كما فعل بلال رضي الله تعالى عنه فهو في منزلة أعلى. فإن بلالا كانوا يطلبون منه أن ينطق بكلمة الكفر فلا ينطق بها، بل إنه رضي الله تعالى عنه يبحث عن كلمة يهيجهم بها، فكلما قالوا له اعترف لآلهتنا أو أكفر بالله يقول أحد أحد، يقول يعني الكلمة التي فيها التوحيد، فيزدادون له عذابا حتى كانوا يضعون عليه الصخرة الثقيلة التي لو وضعت على الجماعة من الرجال لآذتهم، يضعونها على صدره على رمضاء مكة المعروفة بشدة حرارتها، فما يتغير ولا يبدل ولا يغير هذه الكلمة التي كان يقولها أمامهم، فيتغيظون منه حتى تركوه. ولذلك ورد في السيرة قال وأما بلال فقد استقتل في ذات الله، يعني بذل نفسه رخيصة لله عز وجل فلم يبالي بما فعلوا به. وقد قيل إن هذه الآية، وهذا مشهور في كتب السيرة، نزلت في حق عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه عندما أخذه المشركون فألجأوه إلى أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسب رسول الله وجاء مذعورا وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حصل منه، فأنزل الله في حقه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عادوا يا عمار فعد، يعني إن أكرهوك مرة أخرى على مثل ذلك فعد إليه. وعمار رضي الله تعالى عنه هو ابن تلك المرأة الصالحة سمية بنت خياط أو خباط على اختلافنا بين أهل السير، التي كانت أول شهيدة في الإسلام عندما اعتدى عليها أبو جهل، رماها بحربة في فرجها فقتلها، وكانت صابرة على الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على آل ياسر وهم يعذبون في ذات الله فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. قال ولكن من شرح بالكفر صدرا، انظروا يا إخواني ما قال من هو منشرح بالكفر صدرا، لأن الصدر لا يمكن يكون منشرح، لكن صاحبه يشرحه، هو الذي يقنع نفسه بالكفر، أما الكفر فلا مبرر له حتى ينشرح به الصدر. ولكن من شرح، ولكي تتضح لك المفارقة انظر، إلا من أكره وقلبه مطمئن، ما قال وقد اطمأن قلبه بالإيمان، مطمئن بالإيمان، صار الإيمان وصفا لازما للقلب. لماذا يكون وصفا لازما؟ لأنه ينسجم مع القلب، أما الكفر فلا ينسجم مع القلب أصلا، ولكن صاحبه يشرح صدره للكفر ليدخله إليه. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لماذا؟ قال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أعظم أسباب الكفر والردة والنكوص على العقبين والرجوع عن الإيمان هو إيثار الدنيا، إيثار الدنيا. ولذلك قال الناس كلمة وأطبقوا عليها، قالوا حب الدنيا رأس كل خطيئة، تتبع كل خطيئة تجد من ورائها الدنيا، فنعوذ بالله من الدنيا أن تفتننا أو تكون في قلوبنا، نسأل الله العافية والسلامة. وهنا انظر كيف صور لنا القرآن حبهم للدنيا، فلم يقل ذلك بأنهم أحبوا الحياة الدنيا، قال استحبوا، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أي أحبوها حبا شديدا حتى آثروها على الله وعلى الحق الذي نزل من عند الله. قال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وإذا استحب الإنسان الحياة الدنيا على الآخرة باع من أجلها الدين، باع من أجلها الإيمان، باع من أجلها الحق، آثر الباطل، ركن إلى الشهوات، تولى الذين ظلموا،
صار من أولياء إبليس، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي ذلك بأنه مستحب، وأن من كفر فإن الله عز وجل يزيغه ويضله ولا يهديه الطريق الصحيح. ثم قال: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، أي هؤلاء القوم الذين ارتدوا بعد إيمانهم وشرحوا بالكفر صدرا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، غلفها حتى لا يصل إليها شيء من الحق. فإن قلت لما قدم القلب، قلنا لأن القلب هو ملك البدن، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا غلف القلب وطبع عليه لم ينتفع الإنسان لا بسمع ولا بصر ولا ببصر. لما كان يذكر وسائل التعلم والإدراك كان يقدم السمع والبصر، إن السمع والبصر والفؤاد، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، فقدم السمع والبصر على الفؤاد. لما جاء إلى الكفر قال: هؤلاء قد طبع على قلوبهم، إذن لن ينتفعوا بسمع ولن ينتفعوا ببصر مهما رأوا الآيات، كما قال الله في سورة يونس: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال: وأولئك هم الغافلون، أغفلهم كفرهم واستحبابهم للدنيا، فغفلوا عن الله وعن الدار الآخرة وعن الاستعداد لها والتأهب ليومها الطويل. لا جرم، أي حقا، أنهم في الآخرة هم الخاسرون، أنهم في الآخرة هم الخاسرون. فإن قلت جاء في سورة هود ما يدل على ما ذكر فيه الأخسرون، وهو في قول الله عز وجل: أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. وهنا قال: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. فما الفرق بين الآيتين؟ قيل أولئك كفروا وصدوا فصاروا الأخسرين، أما هؤلاء ارتدوا عن دينهم واستحبوا الحياة الدنيا وكفروا بعد إيمانهم فصاروا هم الخاسرون، فصاروا هم الخاسرين. ثم قال الله عز وجل: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، هؤلاء قوم أكرهوا على الكفر، فالله عز وجل يقول: من هاجر من بعد ما وقع في الفتنة فإن الله عز وجل إذا علم منه الصدق فهاجر وجاهد وصبر وثبت على دينه غفر له ما وقع منه من كلام الكفر أو موافقة الكفار على ما أجبروه عليه. وهذه حصلت لمن؟ لأناس من المسلمين تأخروا في الهجرة، ثم لما جاءت غزوة بدر أكرههم قومهم على أن يكونوا معهم في القتال فقاتلوا معهم، فقتل منهم أناس، فسأل الصحابة: ما حال إخواننا الذين قتلوا مع هؤلاء الكفار؟ فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم. فكتب المسلمون هذه الآية لإخوانهم الذين رجعوا إلى مكة وهم مستضعفون بأنه لا عذر لكم عند الله عز وجل ويجب عليكم أن تهاجروا،
فهؤلاء خرجوا من مكة وهاجروا ولحق بهم الكفار، فمنهم من قاتلوه فقاتلهم وقتلوه، ومنهم من نجا فأنزل الله فيهم هذه الآية. ولذلك يقول كثير من المفسرين إن هذه الآية مدنية نظرا لسبب نزولها. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، حصلت لهم الفتنة عندما قاتلوا مع الكفار واحتجوا بأنهم كانوا مستضعفين، ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها، أي من بعد تلك الفتنة، لغفور رحيم. يعني إن صدقوا في إيمانهم فهاجروا وجاهدوا وصبروا على دينهم فإن الله يغفر لهم ما وقع منهم من الفتنة التي كانوا فيها، وهي أنهم بقوا مع الكفار ولم يهاجروا، وقاتلوا مع الكفار وكانوا عونا لهم على إخوانهم المسلمين. كفارتهم أن يسرعوا بالهجرة وأن يجاهدوا وأن يصبروا على دينهم، فإن الله إن علم منهم ذلك فإنه غفور لهم رحيم بهم. وقدم المغفرة على الرحمة لأنه لا يستحق الرحمة إلا من غفر الله له. ثم قال الله عز وجل: يوم تأتي كل نفس، أي أذكر، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها لأنها مشغولة بها، لا تبالي بأب ولا أم ولا زوجة ولا ولد، كما قال الله عز وجل: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال: تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، تعطى جزاء عملها وافية. فإن قلت جاءت هذه الآية في سورة البقرة: توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، قلنا يأتي ذكر الكسب غالبا بعد الأموال. تلاحظون تلك الآيات جاءت بعد آيات الربا. قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما في سورة النحل فليس فيها ذكر للأموال، بل فيها ذكر للأعمال، حتى ذكر العمل فيها قرابة 10 مرات. ولذلك قال: وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. بعد أن طوفنا كثيرا في ذكر النعم ووجوب شكرها، ضرب الله مثلا لمن رزقهم وأنعم عليهم فكفروا بأنعم الله. قال: وضرب الله مثلا قرية. إما أن تكون هذه القرية قرية مضروبة لأهل مكة ليعتبروا بها، وإما أن تكون هي مكة عند جماعة من المفسرين. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. ولاحظوا كيف قال: فكفرت بأنعم الله، آمنة مطمئنة ويأتيها رزقها رغدا، أي واسعا كثيرا، من كل مكان، من كل جهة ومن كل فج، فكفرت، قابلت هذه النعم بالكفر. وقال هنا: فكفرت بأنعم، وأنعم جمع قلة على وزن أفعل، يعني كفرت بالنعم القليلة فعاقبها الله. فكيف إذا كفر الإنسان بالنعم الكثيرة؟ قال: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي بدل الله حاله بعد أن كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان بأن أذاقها لباس الجوع والخوف بسبب الذي كانوا يصنعونه. ولاحظوا يا إخواني كيف أنه بدأ في أول الآية بذكر الأمن والطمأنينة. لماذا؟ لأن الأمن والطمأنينة من أسباب مجيء الأرزاق. متى تأتي الأرزاق إلى البلاد؟ إذا اطمأنت البلاد وأمن أهلها، جاء التجار إليها من كل فج لأنهم
يعلمون أنها آمنة، ولذلك قال كانت آمنة مطمئنة إيش؟ يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. طيب، فلما جاء إلى زوال النعمة ماذا قال؟ قال فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباسا، بدأ بالجوع لأنه هو الأشد في العذاب على الإنسان. أيما أشد عليك، أن تبيت جائعا أو خائفا؟ إذا كنت خائفا، إذا كنت جائعا، ما عاد استطعت تفعل شيء، بخلاف ما إذا كنت خائفا فأنت تزول عنك الطمأنينة، لكنك في الجملة الحياة قائمة وتبقى خائفا. ولذلك قال فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. وانظروا يا إخواني كيف أنه لما عبر عن الجوع والخوف عبر عنهما بأمرين محسوسين، الأول الذوق والثاني اللباس. قال فأذاقها الله لباس الجوع، أذاقها حتى أحست به وتمكن منها، ولباس الجوع أحاط بها حتى يعني لم يبقى للرزق والأمن أي منفذ. فهم خائفون من كل جهة، جائعون من كل مكان، ما بينهم وبين الزرع والضرع والدعة والسعة إلا أمتار يسيرة، ومع ذلك الجوع والخوف قد أحاط بهم وسكن عليهم. قال الله عز وجل فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، من أين؟ بما كانوا يصنعون. وهذه الآية ذكرى لنا جميعا أيها الأحبة، فإنما نحن في بلادنا وغيرنا من أهل الإسلام في بلادهم ممن أنعم الله عليهم وأفاء عليهم بالنعم الوفيرة وبالأمن والطمأنينة، لن يذهب ذلك عنهم إلا بسبب من أنفسهم. إذا كفروا نعم الله وجحدوا هذا الرزق الذي جاءهم من عند الله واستعملوا تلك النعم وسخروها في معصية الله، وإن لنرى على المسلمين في البلاد التي أنعم الله عليهم فيها من علامات لا تسر تدل على قرب زوال تلك الحال التي هم فيها. فنسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله الستر، وأن يوسع الله على المسلمين في كل الأرض أرزاقهم، وأن يؤمنهم في أوطانهم، وأن يجعل حالهم حال خير. قال الله عز وجل ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون، أي جاءهم رسول من عند الله منهم يعرفون نسبه وصدقه وأمانته فكذبوه بغير حجة ولا برهان، مع أنه جاء بالآيات البينات، فأخذهم العذاب. ولاحظ كيف أنهم لما سارعوا بالتكذيب سارع الله لهم بالعذاب، قال فكذبوه الفاء الدالة على التعقيب والترتيب، فأخذهم العذاب وهم ظالمون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الشاكرين لأنعم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.